وأخيرا بعد شتوية طويلة كتير إجا موسم الصيف. مين منا ما بحب الصيف؟ الصيف معروف إنه هو موسم البساطة، وخصوصا باللباس. لباسنا بيكون رقيق، لازم يكون قطني، لازم يكون مرتاح، بس كمان على الاتيكيت. يعني بدنا نراعي لكل مقام مقال، نلبس اللباس اللي بناسب المناسبة. يلي بنلبسه على البحر ما بنلبسه على المول، واللي بنلبسه على السهرة ما بنلبسه على السوبر ماركت، وهلما جرى. بس أهم من هيك، مش بس البساطة، بدنا نراعي أصول النظافة العامة، وتكون راحتنا حلوة، ونكون نحن عم نستحم، ونكون عم نراعي الموجودين والظروف اللي نحن فيها. وإن شاء الله يا رب يكون صيف آمن للجميع، ويعطيكم العافية.